بهالقريه هي مقيمين هون صار لنا اكثر من 3-4 سنين. انا نازح كمان ومقيم بالقريه هون من ابناء القريه. والله يوميا عم تعرض القصف من قبل الميليشيات الكرديه اللي حوالينا، والقريه صايره تقريبا خط جبهه على القرى المحيطه لنا، محيطه لك الجبرين. يوميا عم بصير عندنا قصف، بتنزل قذائف على الضيعه وبصير اصابات وبصير اضرار بالارواح وبالمادي. يعني بيوت عم تهدم، ارواح عم تروح، اطفال عم تتجرح، المدارس سكرت، وقفت، علقوا التدريس في المدارس كرمال هالضرب اللي عم يصير على الضيعه. اخوتي نحن الان في قريه كالجبرين، وهذه القريه تتعرض للقصف بشكل يومي ومستمر من حوالي 2 سنين تقريبا الى هذا اليوم، من القصف من الميليشيات الكرديه البي كي كي والبي اي دي الموجوده في تل رفعت وعين دقنه ومحيط قريه كالجبرين. وحالة نزوح كبيرة في القرية إلى المخيمات حوالي القرية وإلى المخيمات على الحدود، وحتى المدارس واقفة، وحتى هذه اللحظة ونحن واقفين عم بقصفوا حاليا عم بقصفوا على الضيعة. واليوم الصبح صار عنا شهيد بالضيعة، وكل يوم عنا قصف وشهداء بسبب وجرحى بسبب الميليشيات الكردية.